السير بطريق الإبداع. هنالك مقولة تقول: من يكتب لا يموت. وهذا الطريق وهذا الكتاب سيبقى خالدا بذاكرة التاريخ لكل الأجيال. شكرا مجددا لكم، شكرا لحضوركم. خير من يقدم نفسه سنترك فقرة التقديم للزميلة نبيها حدارة. تفضل نبيها. طبعا انت راح تحدثين عن نفسك افضل مما انا اتحدث عنك. مساء الخير، حضوركم اليوم بيشرفني تاج على راسي. عن جد اثبتتم انتم انا اصدقاء ومحبين للثقافة العربية في بلد الاغتراب. ألف شكر وألف تحية لكم فردا فردا، ألف شكر لحضوركم. هعرف شوي نفسي وبعدين احكي للقارئ اللي كتبتوها، ما حب أول الحكي، وأقدم الناس اللي تفضلوا ويشرفونا بدهم يحكوا كلمة بتوقيع الكتاب. وأهلا وسهلا بالجميع. من هي نبيها حدارة؟ نبيها حدارة في سطور. ولدت ونشأت في طرابلس الفيحاء شمالي لبنان. تلقت علومها الابتدائية والتكميلية في مدرسة الصلاح الرسمية للبنات في محلة أبو سمرة. درست لسنتين في ثانوية الزهرية للبنات والسنة الثانية عشرة في معهد فينستر سيدني أستراليا. التحقت بجامعة غرب سيدني وحصلت على ليسانس في اللغات، كما حصلت على دبلوم في التعليم وعلى شهادة في الترجمة. عملت مدرسة في المدرسة الابتدائية والتكميلية الحكومية في سيدني ولا تزال. التحقت بدور الإذاعة والتلفزيون في قسم جامعة ماكواري غربي سيدني، وعملت في الحقل الاجتماعي كموظفة بجمعية أبناء المنيا الخيرية ومع عدد من المؤسسات الخيرية. وأيضا عملت دبلوم في الإعلام وأقوم بتقديم برنامج اسمه شوفوا نحن وين. الحمد لله بلاقي شهرة كبيرة عبر اليوتيوب. أهلا وسهلا بالحضور. الكلمة وأهم من ذلك إنه هي لبنانية من طرابلس، يعني لبنان لبنان الثقافة، لبنان العلم، لبنان السياحة. يلا الفقرة الثانية. ما حاحكي عن إلا شو كتب بالكتاب، كيف رح تقروه إن شاء الله وتعجبوا فيه، وليش فكرت أكتب هالكتاب. حقول إلى القارئ: أنا نبيها حدارة كاتبة مبتدئة، أحببت أن أنقل رؤيتي إلى الأحداث التي مرت عبر الزمن في لبنان مدينة طرابلس الفيحاء، حيث ولدت وترعرعت في تلك المدينة الأبية المشهورة بآثارها التاريخية وأصالة أهلها وحبهم لتراثهم الأصيل. أنا لم أكتب تلك الرواية وأدفعها إليكم عبثاً، بل هي قراءتي عن مدينة طرابلس والتجارب التي مرت بها البلاد. أشخاصها حقيقيين من لحم ودم، وقد تكون ولكنها في الحالتين نماذج مأخوذة من حياتنا الواقعية البسيطة مملوءة على بساطتها بالإصرار. من خلال روايتي أردت المعرفة وإظهار تلك العلاقات السحرية التي تربط الإنسان بنفسه وبما حواليه من منطقة إلى أخرى، وإبرازها وجعلها كالحبال حتى لا تجلس باليد وتمسك. أرجو أن تعجبكم كتابتي المتواضعة البسيطة، فأنا لست أديبة، بل أنا أحاول كتابة قصص للتعبير عن حالنا الشرقي العربي. أبي حدارة من شمال لبنان، أعيش في سيدني أستراليا، مهاجرة من وطني، ولي فخر أنني أسترالية وأعيش بين أبناء الجالية العربية. وشكرا. طبعا من فقرات الاحتفاء اليوم راح نشاهد فيديو كليب